ازيك يا كابتن اهلا هاني؟ اهلا نسام. طبعا النهارده كان قرار يعني في ارتياح شديد بالنسبه لانديه الدوري الممتاز، اكيد الانديه عايزه تعمل تعاقدات جديده. كان يوم 4 نوفمبر ده يوم ضيق جدا، كنا اتكلمنا هنا في البيت الكبير ان حتى ده يعني مش عيب انك تغلط، لكن يعني العيب انك تتمادى بغلطك. فالنهارده اللجنه الخماسيه فعلا بتاخد القرار الصائب. الموسم الجديد هيكون اكيد موسم قوي جدا جدا، كل الانديه بتحاول تدعم فرقها بشكل قوي جدا. ما كانش فيه ابدا داعي ان هو الوقت يبقى ضيق. النهارده لغايه يوم 11 كنا بنتكلم كمان ما كانوش باصين للمباراه النهائيه يوم 6 نوفمبر، وبالتالي كان في تضارب في الحته ديت. بعض اللعيبه طب هتمشي طب هتقعد، لكن كل دوت يعني النهارده اعتقد قرار صائب من اللجنه الخماسيه انها تاخد هذا القرار بمد القيد ليوم 11 نوفمبر. ويعني خلينا نتكلم ان كمان احنا هنا في البيت الكبير زي ما سام بتقول احنا بنقول الايجابيات والسلبيات، لما بيكون في حاجه ايجابيه بنقولها، حاجه سلبيه اكيد بنطرحها لحتى مع ضيوفنا وبنبدأ نتناقش فيها. لكن كان شيء جيد جدا ان يوم 11 ده يكون يوم القيد، لان بتسهل على الانديه زي ما قلت انها تتعاقد مع لعيبه جديده، وخاصه احنا عارفين بسبب طبعا كورونا ان التحام الموسم خلاص يعني 19 20 ملحوم في 2021، وبالتالي الامور كانت صعبه جدا، لكن قرار جيد للجنه الخماسيه. اكيد طبعا، وده انت يعني اسبوع يعني عارف اي نادي يعني عايز يوم، عايز يعني فاهم، عايز فتره وقت كافي ان هو يعني ياخد نفسه. احنا بنتكلم عن موسم غير عادي، فالنهارده بنتمنى ان يكون في توافق ما بين الانديه واتحاد الكوره، وما يكونش في مشاكل زي اللي بنشوفها كل موسم.